مشاهد رائعة تسبق هذه المباراة، كل مستعد بانتظار ضربة البداية في مواجهة الفريقين. ولما مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه المباراة المثيرة، أجواء جميلة هنا وطقس في منتهى الروعة. معكم فارس عوض للتعليق على مجريات اللقاء. سنتابع مباراة مرتقبة تلعب ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، فريق التعاون في مواجهة الاتفاق السعودي. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم، نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. تأسس نادي الاتفاق في 1945 في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حقق العديد من الألقاب المحلية في المملكة، يلعب مبارياته على ملعب الأمير محمد بن فهد. واضح تشكيلة التعاون اللي يبدأ فيها المباراة، طريقة تقدر تكون متوازنة في خطة تقليدية 4-4-2. نستعرض الآن تشكيلة فريق الاتفاق في مباراة اليوم مع اعتماد خطة 4-3-3 التقليدية في لقاء اليوم. وتنطلق المباراة تلام بركلة البداية من جانب فريق الاتفاق. والكرة إلى فوفانا. يبتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. فلافيو. تحول هجومي ممتاز وخيارات عديدة. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. في عشوائية في الأداء من كلا الطرفين في هذه اللحظات. موسى ديمبلي. ملعوبة حلوة. العتيبي. ملعوبة إلى فينالدوم بتدخل شرعي، يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. فلافيو. شوف الكنترول، شوف التحكم، انطلق فيها، تقدم فيها. تدخل ممتاز لقطع الكرة. فيتينو. موسى ديمبلي. فيتينو. شوف تناقل الكرات المستمر، شوف التيكي تاكا، الله على هذا الكلام. شوف التدخل، لكن الكرة بطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. اللعب السلبي في الخلف قد يضعهم في موقف سيء أمام المنافس. فوفانا. بحث هنا عن طريقة لكسر حالة التعادل. العتيبي.
شوف كيف عدى، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. الله على الروح القتالية، شوف الكرة تحت سيطرته مرة أخرى. والتاكلينج ناجح هنا، يستعيد الكرة. ينطلق بالكرة، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. فيتينو. فيتينو. بينية تحرك القلوب. كرة فيها تسلل هنا. كانت خطيرة جدا رغم التقارب اللي كان موجود، لكن قرار التسلل سليم جدا. فرصة الآن، غاب التوفيق عن التسديدة، مرت بجوار القائم. موسى ديمبلي. فيتينو. استغلال جميل للمساحة على طرف من الارتفاع. عرضية إلى العمق. انتهت خطورتها ولم تصبر على أي شيء في النهاية. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. الشوط الأول كانت فيه الكلمة للدفاع بصراحة، ننطلق الآن في الشوط الثاني، نتمنى بأن نرى وأن نستمع إلى كلمة للهجوم. هدوء في الهجوم في محاولة للتقدم في النتيجة. الفريق بحاجة للعمل أكثر على طريقة بناء الهجمات. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. فوفانا. موسى ديمبلي. تاكلينج مثالي، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. كان مهم جدا انتظار التوقيت المناسب للتمرير حتى يتم الرجوع الكامل من منطقة التسلل. جميلة في مكان خطير. دينالدو. تسويف على المرمى. الكرة بتتصوب لكنها بجوار القائم. مهديوي. كرة بينية كانت خطيرة لو مرت، لكن يتدخل ويقطع الكرة في الوقت المناسب. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. فرصة للتقدم في المباراة. الكرة في المرمى. شوف اللعبة الجميلة، استمتع بالتمركز اللي كان مثالي، رغم ذلك الكرة جاءت من مسافة قريبة من المرمى ولا يمكن أن تضيع.
المدرب الآن سعادته كبيرة بهذا الهدف بعد ما سجل فريقه وبعد ما تقدم أيضا في هذه اللحظات. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. العتيبي كرة فيها خطورة، فينالدوم يحصل على المساندة في هذه اللحظات، بينية ممتازة قد تشكل خطورة، ابعاد الكرة من مكان الخطر، هذه كرة فرصة خطيرة، تدخل رائع في توقيت مثالي، ملعوبة حلوة، العليان الله على الكرة بيعدي فيها بشكل سليم، اعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة، فلافيو فرصة متاحة للتسجيل، تصدي ممتاز، ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة فترة النهاية، والآن هجوم يبدو واحدا لفريق الاتفاق، وقت متأخر في المباراة وهذه الفرصة قد تكون بداية هدف التعادل القاتل، كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان، تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء، الحكم يعلنها بوضوح بأنه غير راضي عن تصرف اللاعب وبالتالي يوجه له كرت أصفر، المهديوي الكرة تضيع من التعاون، حكم اللقاء مشاهدينا يضيف دقيقتين كوقت بديل، راحت الكرة من الاتفاق، يتحرك ثميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة، فترة نهاية المباراة مشاهدينا معلنة فوز الفريق المضيف، كانت مباراة صعبة والمهم تحقق في النهاية وخرج الفريق بالانتصار، فارق الهدف صنع الفارق لمصلحتهم اليوم. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، نجح في تسجيل هدف، كان عنده أكثر من فرصة حتى أيضا يزيد غلته التهديفية لكن لم يستغلها بالشكل الأمثل، وأكيد مع فوز فريقه راح يركز على الأمور الإيجابية.